انظر لهذا البحر، تخيل لو حجم ذنوبك كانت كحجم زبد البحر كله. ثم جلست دقيقتين ثلاثة، قلت سبحان الله بحمده 100 مرة. تعرف ما الذي سيحصل؟ يغفر الله ذنبك كله ويحط خطاياك كلها وإن كانت مثل زبد البحر. تعرف ليش؟ لأن الله عز وجل هو الغفور، هو الغفور الرحيم. أكثر من 90 آية في القرآن يسمي الله عز وجل بها نفسه الغفور، وأغلبها يجمعها مع الرحيم. فما أعظم هذا الرب الغفور. نبّ عبادي يا محمد، قول حق الناس، قول حق عبادي، نبّ عبادي أني أنا الغفور.